طيب بصوا معايا دي، دلوقتي مثلا انا معايا الشكل اهو، حلو. كنا احنا لسه بنتكلم في ايه؟ في اللي انت لما تيجي تخش على الماتيريال، فين الماتيريال يا عبد الله؟ اهي خدت بالك؟ فانا باخد اي سلوت من هنا وابتدي ان انا اغير. فكانت هنا المشكله عند عمر، كنت باجي ادوس يا عمر عندك على حرف الام، كان فاضل صغير يعني زيتونه صغيره بس. يا عمر انت معايا، لما بتيجي ما تخش حضرتك وتطلع فانت مجرد ان انت بتتقدم اذا كانك بتخش فورورد مثلا خطوه او بيج، وبترجع باكورد ايه بيج واحده، يعني انت رايح جاي ما بين البيجز اللي هي اي حرف ام بخش عليه. طب معلش انا مش عايز الماتيريال، هشيلها ازاي يا الاء؟ لو انا جيت يا نادين هنا اهو على الباسكت اللي هي دي، انا ممكن الغي الماتيريال من هنا، او انا ممكن راي كليك على حرف الام ده والغي الماتيريال من الجزئيه دي فقط، يعني الباسكت دي بتلغي لي من كل الايه ماتيريال، سواء كان ديفيوز او ريفلكت او ريفلكت او هكذا. لو عايز تلغيه بس يا عمر عندك من ديفيوز، يبقى راي كليك واجي اقول له هنا كير. حد معايا؟ لا ها؟ لا مش فاهم صراحة. هقول لك يعني ايه الفرق ما بين الكثير وان انا بمسحها من فوق؟ بص، مش انت هنا ديفيوز ده ضلع وريفلكت ده ضلع وريفلكت ده ضلع، ثلاث اضلاع اهم، ايوه بحط تمام. لون او ماتيريال ثم بدلها درجه ريفلكشن ثم بدلها ريفراكشن او انكسار. مش انت هنا بتكون تمام ماتيريال لسه ما خدناش منها، لسه بنتكلم في دي. ايوه تمام الباسكت دي تلغي لك كل اللي موجود عندك هنا. تمام اما لو انت جيت هنا رايت كليك على حرف الام ده وقلت له كلير، فانت بتلغيها من هنا فقط، تمام. او ممكن تعملها هنا كوبي. ليه؟ عشان انت محتاج نفس الصوره دي في اي مكان تاني، تقول له هنا كليك يمين بيست. شايفها؟ تمام انت معايا؟ كليك يمين، فانت بتتعامل جزئيا او حاجه حاجه مع حاجه حاجه. لحد دي كده فيها مشكله؟ لا لا تمام طب بقيت الناس ساكته، فين عصام ولاء ونديم؟ زي عبد الله تمام خلاص كده؟ طيب دي حاجه. الله ينور عليك. بص، ايه الزتونه اللي دلوقتي الاء زنقتني بيها؟ اللي هي ايه؟ بقول لهم في سؤال المفروض حد يسالوني، فهي قطعت الشك باليقيني خالص، قالت لي احنا مش عارفينه وانت هتقول. قلت لها حاضر. طيب بص يا الاء، ايه هو السؤال؟ دلوقتي لما انت بتيجي تركبه هنا اي خامه او ماتيريال، الطبيعه او بطبيعه الحال انها بتنزل لك فين يا عبد الله؟ لما بعمل ايه؟ لما لما بتيجي بركب تختار ماتيريال زي ما احنا خدناها من شويه حالا، وباجي بعملها هنا اسايد، انزل على وهنا كده الشكل. شو، فبتنزل عندي على الشكل. ماشي، بس افرض ان انت عندك مثلا حيطه يمين وحيطه شمال وحيطه غطسانه في النص ماتيريال مختلفه. انت تقصد ايه؟ ان انا عايز اروح ادي اي سطح من دولت خامه مستقله بنفسها. طب اديله انا هعمل ماتيريال اي دي، ماتيريال خاصه بيها، هعمل الكلام ده اديله ازاي؟ ماتيريال اي دي هديله ماتيريال اي دي ازاي بقى الكلام ده؟ انت فاهم يا عمر انا اقصد ايه؟ يا عصام، ان انت عايز تدي كل سايد من السايدز اللي موجوده دي خامه او ماتيريال. يعني ده سايد وده سايد وده، كل واحد من دول هتدي له خام. طب ازاي؟ اول حاجه في مفتاحها ان انا هاجي اخش هنا كده من موديفاي، وهاجي على اديت مش او اديت بول، يعني سواء دي او دي. ثم حاجه اخش عندي هنا من جوه بوليجن اهو، وامسك اي سايد من دول، اي واحده. بمجرد ما انت مسكت اي واحده يا لا كده اهو، هتلاقي عندك البطاقه بتاعتها طلعت اللي فيها رقمها. هي دي رقم كام؟ 5 5 ولا 5؟ الاثنين. طيب فمعنى كده اي كليكايه واحده بتديك الرقم بتاعها. مثلا الاء عايزه تدي الخامه بتاعت رقم 3 هي 5، يعني 3 و5 حاجه واحده. طب احنا هنعمل ايه؟ هتيجي هنا يا عبد الله، همسك رقم 5 واكتبها اغيرها اخليها 3، يبقى انا كده وحدت الاي دي بتاعت تو سايدز معايا. هي انت حابب كده او الاء حابه كده؟ ماشي، يبقى كده وظيفه الاديت مش او اديت بولي ان انا اعرف الاي دي او الرقم، وفي نفس الوقت يا عمر لو انا حبيت اوحد الارقام عشان ادي الماتيريال موحد. ماشي، ده اللي يخص ايه الموديلنج. تعال بقى هنا في المكان بتاع الماتيريال، عايز ادي خامه، هتديها لها ازاي؟ الاول انا واقف على اي سلوت واجي اقول له اساين وشو زي ما اتفقنا، هتيجي تخش على مين؟ الماتيريال. حلو، من هنا بقى ليها زيتونه صغيره لازم تعملها عشان تروح تحط على كل سايد ماتيريال، اللي هي فين؟ انا هقفل فرح العمده الكتير قوي ده عشان الناس اللي تطلعه. انت هتعمل ايه؟ حاجه خش عن اهو على اللي هي ايه؟ ماتيريال او ماتيريال اللي هي دي. من المقفولين دول هتخش على مين؟
جنرال. ومن جوه جنرال هنا هتخش على مين يا عمر؟ ملصب اوبجكت. ملصب اوبجكت دي المسؤوله ان انت كل تدي لكل سايد ماتيريال او خامه. دبل كليك عليه. عمر هو بيسالك هو انت حاطط ماتيريال قبل كده وعايز تحتفظ بيها، ولا انت لو في ماتيريال عايز تلغيها؟ الغيه. ديسكارد اول ماتيريال. ماشي. جاب لك هنا كام سايد؟ 10. طب هو انت كنت عايز تحط على رقم كام؟ 3. اخش على النمبر بتاعك. 3 ولا 5؟ اه. لا كانت 5 وبقت 3، خلي بالك. اه. طب انا دوست على النون هنا، وخلي بالك عشان خطوات طويله هتلخبطك. هتيجي تعمل ايه؟ هو انت مش انت شغال في ري يا عصام؟ ايوه. ادي في ري ماتيريال اهي. مالها؟ عادي بقى، خش بقى من ديفيوز اهي، واجي هنا من بيت ماب زي ما احنا اتفقنا من شويه اهي، ادي جنرال. واجي هنا بيت ماب اهي. واجي اخش هنا اهو على الماتيريال اللي كان عبد الله جايبها. احنا بنشوف شرف عليه. اهي. فين فين يا عبد الله؟ مش انا. مش انت؟ لا قصدي مش هتلاقيها انا. ماشي. تعال ناخد اي واحده من دول. دبل كليك بقى. جت هنا اهو. هاجي اعملها هنا كده اساين وشوف. جات لك على مين بس؟ على السايد على السايد اللي هي رقم 3. عبد الله غلط وقال لك لا، طب انا عايزها يا جماعه على اللي فوق ومش عايزها على ده. خلاص ماشي. يبقى انت مضطر ان انت ترجع تاني اديت مش يا عمر. خلاص وارجع هنا للفايل. وهنا دي هروح اخليها رقم كام يا حاج عمر؟ اهي. خليها هنا رقم 3. وارجع اختها دي كما كانت 5. يبقى انت كده المفتاح بتاعك عشان تعرف كل سايد رقمها كام اديت مش او اديت فول. عشان تروح تركب الماتيريال فانت بتيجي هنا كده من ايه وتعمل ملصب اوبشن. طب معلش انا عايز ادي الباقي بقى. ارجع هنا للصفحه اللي فاتت لو انت فاكر يا عمر. جو تو بيرنت. جو تو بيرنت مرتين. هتلاقي عندك انت عايز رقم كام؟ انا عايز رقم 5 اهي. تمام كبر الشاشه شويه اهي. وادي رقم 5 اهي. نن. واجي اخش ماليني يا عمر بقى. فيري ماتيريال. ثم. بختار الصورة. اختار الماتيريال اللي انا عايزه. واقول له هنا اساين. واقول له هنا شوف. شوف. وصلت؟ وصلت. طيب تحبوا عادة تاني ولا تجربوها؟ نجربها. طب جربوا لو في حاجة عايزها لكم تاني قلبي برضه.